السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع متابعين مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية، أرحب بتلاميذ الصف الثاني الابتدائي. سوف أكون معكم في دروس قراءتي معلمة المادة رباب كريم. أعزائي التلاميذ، سوف نتعلم في هذا الدرس إعادة درس أنا أحفظ القرآن ومن ثم محفوظة بسم الله. هيا أعزائي التلاميذ نفتح الكتاب على أنا أحفظ القرآن، هيا معي جميعا. درسنا أنا أحفظ القرآن. لاحظ أولادي، أنا أحفظ القرآن. لاحظ هنا في كلمة أنا وكلمة أحفظ وجود اللي هو ألف فوقه همزة وفتحة، إذن يكتب الألف لكن لا يلفظ، نلفظ فقط الحركات إ فتحة إ إ مثل ما موجود بكلمة س إ إ إ نا أنا إح أح ف أح ف ظو أحفظ ال قو ر القر آ القرآن ن القرآن. هيا معي لنبدأ الدرس. سألت فاطمة أخاها. لاحظ هنا عندنا صديقتنا فاطمة. سألت فاطمة أخاها، نقاط التحدث، يعني فاطمة كانت ساكتة وحتبدي تتحدث، نقاط التحدث أو التكلم. أعيدها مرة أخرى. سألت فاطمة أخاها، نقاط التحدث. ماذا تحفظ من القرآن الكريم يا وجدي؟ أرجع أعيدها مرة أخرى. ماذا تحفظ من القرآن الكريم يا وجدي؟ لاحظ اللي بعدها. يلا أولادي أصبعكم مؤشر على الكلمات. قال وجدي، نقاط التحدث. قال وجدي أحفظ سورة الفاتحة. أعيدها مرة أخرى. أنا أحفظ القرآن. أنا أحفظ القرآن. سألت فاطمة أخاها، نقاط التحدث. ماذا تحفظ من القرآن الكريم؟ لاحظ هنا كلمة القرآن بالفتحة، إن فتحة ن، أما الكلمة هنا أتت القرآن. القرآن الكريم يا وجدي، علامة استفهام تستخدم فقط للسؤال، يعني هنا دا تسأله مدى تعرف ماذا يحفظ. قال وجدي، نقاط التحدث. أحفظ سورة الفاتحة. لاحظوا أولادي، نتوقف إلى هنا، نأخذ المهارات الموجودة في هذا الدرس. سوف نتعلم المهارات الموجودة في هذا الدرس. لاحظوا المهارة الأولى هي من حرف جر. ماذا تدعى المن؟ حرف جر. من حرف جر. يا وجدي، هذه يا تدعى يا المنادى. يا وجدي، ماذا تسمى هذا الياء؟ يا المنادى. أيضا فاطمة دلت على اسم مؤنث، هي فتاة فاطمة
دلت على اسم مؤنث، بينما أخوها وجدي هو اسم مذكر. لاحظوا أولادي، هنا عندنا جدا مهم أن ننتبه إلى شيء آخر. هذه هي همزة الوصل التي توجد على حرف الألف باللون الأحمر، القرآني الكريمي، ومعناها عدم التوقف، يطلب من عندي أن لا أتوقف في الكلمة اللي بعدها، أصل كلمة القرآني بكلمة الكريمي. لاحظوا ماما أيضا أتت في سورة الفاتحة، ما أتوقف، سورة الفاتحة. لماذا لم أتوقف؟ لوجود همزة الوصل. لماذا لم أتوقف؟ لوجود همزة الوصل. طبعا هذا الدرس أخذناه من الصف الأول في درس المطر نازل، تعلمنا هذه المهارة، هي وجود همزة الوصل لا يجوز التوقف، مثل من القرآن الكريم، أصلها باللي بعدها، كل ما أشوف همزة وصل يعني تتصل الكلمة باللي بعدها. سورة الفاتحة. لاحظوا أولادي، هذه هي المهارة، تعلمناها من الصف الأول في درس المطر نازل. أما البعده، لاحظ كلمة القرآن، لاحظ القرآن الكريم، الفاتحة، لاحظ إضافة إلى همزة الوصل انظر إلى اللام، يكون عليه سكون، اللام شنو عليه؟ سكون، والحرف البعد محرك بإحدى الحركات، أما فتحة أو ضمة أو كسرة. لاحظ حرف اللام عليه سكون وحرف القاف عليه ضمة، القو القو، إذن الكريمي الك، حرف اللام عليه سكون، أما الكاف فلديه فتحة الك. أيضا كذلك في الفاتحة، ماذا يدل؟ يدل على أن هذه اللام تلفظ لفظا واضح، فهي لام قمرية. لاحظوا ماما، فهي لام قمرية، مثل كلمة القرآن، لاحظوا شلون لفظتها كبيرة، القرآن الكريم. لماذا ألفظها؟ لأن وجود اللام وهي لام قمرية. حنتعلم هاي المهارة ابتداء من هذا الدرس إلى نهاية الكتاب، لام التي عليها سكون والحرف بعد اللام محرك بإحدى الحركات، فهي لام قمرية، تكتب وتقرأ، فهي لام قمرية، تكتب وتقرأ. إذن عندنا لام أخرى تكتب ولا تقرأ، نتعرف عليها عند إكمال الدرس. لاحظوا وياي، يلا نكمل الدرس. أعيد مرة أخرى، سألت فاطمة أخاها، نقاط التحدث، ماذا تحفظ من القرآن الكريم يا وجدي؟ قال وجدي، نقاط التحدث، أحفظ سورة الفاتحة. إذا تعلمنا المن، ماذا تدعى المن؟ يلا يا أبطال، شنو نسمي المن؟ ما هي المن؟ أحسنتم، شنو نسمي المن؟ ممتاز، هي حرف جر. أما يا، ماذا تدعى اليا؟ ماذا تدعى اليا؟ هيا أولادي، أحسنتم، يا المنادى. أما هذا الشكل المرسوم على حرف الألف شنو نسميه؟ أحسنتم، إنها همزة وصل، إنها شنو؟ همزة وصل. بالأول نغني لها همزة واصل محلاها، نكتبها وما نقراها، تكتب ولا تقرأ، ما بها صوت، وإنما لتصل الكلمة الأولى بالكلمة اللي بعدها، ممنوع نتوقف، القرآن الكريم، القرآن الكريم. هكذا تقوم همزة الوصل بإيصال الكلمة التي بعدها. أما هذا اللام الذي يوضع عليه سكون والحرف بعدها محرك شنو نسميه؟ لاحظوا عليه سكون يشبه الدائرة، والحرف الذي بعدها محرك، مثل كلمة القرآن الكريم الفاتحة. أحسنتم، لام قمرية، لام القمرية تكتب
وتلفظ. اللام القمرية ماذا بها؟ تكتب وتلفظ. إذن هذا هو الجزء الأول، لنقلب الصفحة ونقوم بإكمال الدرس. لاحظوا أولادي، هذه تكملة الدرس. نقلب الصفحة ونكمل الدرس. فاطمة ولماذا؟ هنا فاطمة تسأل أخاها وتقول له لماذا تحفظها. فاطمة ولماذا؟ وجدي أقرأها عندما أصلي. وجدي أقرأها عندما أصلي. لاحظوا هنا الآ من اقرأ، ليش؟ عليه إ ضمة أو. أصلي، إحنا ما كتبنا حرف الواو، لا كتبنا أو. أو هي إ ضمة أو. أو وأيضا في كلمة أقرأها إ فتحة إ، وأيضا هنا أتت مقطع أو إ اقرأها. أقرأ ما نكتب أو كبيرة، لا نكتب إ ضمة أو. أقرأ أقرأها أقرأها عندما أصلي. لاحظوا أقرأها عندما أصلي. فاطمة ولماذا تقرأ وماذا عفوا وماذا تقرأ معها؟ هنا فاطمة تسأل مرة أخرى، لذلك ماذا نضع عند السؤال؟ ماذا نضع عند السؤال؟ علامة استفهام، أحسنتم. وماذا تقرأ معها؟ وجدي أقرأ سورة العلق. إذن الآن سوف أقوم بإعادة القراءة. يلا أولادي أعيد القراءة مرة أخرى، أصبعك مؤشر معي. فاطمة وماذا؟ فاطمة، يلا أصبعنا مؤشر، نقاط التحدث. ولماذا؟ وجدي أقرأها عندما أصلي. أقرأها عندما أصلي. فاطمة نقاط التحدث، وماذا تقرأ معها؟ إذن عند السؤال يجب علينا أن نضع ماذا؟ علامة استفهام، هذه هي علامة الاستفهام. وماذا تقرأ معها؟ وجدي أقرأ سورة العلق. أقرأ سورة العلق، إذن أقرأها مرة أخرى. يلا وياي، يلا ماما وياي، لنلاحظ سورة العلق، لنستمع لها جميعا. هذه هي سورة العلق، لاحظوا هذه هي سورة العلق. لاحظوا ماما، هذه هي سورة العلق. طبعا غير مطلوبة من عندكم حفظ، فقط نسمعها وياي هسه جميعا. يقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذه هي سورة العلاق، لنكمل قراءة الدرس. قالت فاطمة، لاحظوا قالت فاطمة. يلا ماما نكمل قراءة الدرس، إصبعنا مؤشر بعد قراءة سورة العلاق، نكمل الجزء الآخر. قالت فاطمة وماذا تحفظ من الحديث الشريف؟ علامة استفهام، إذن هو سؤال. قالت فاطمة ونقاط التحدث، وماذا تحفظ من الحديث الشريف؟ لاحظوا علامة استفهام.
وجدي نقاط التحدث. الآن بدأ بالتحدث لذلك نضع نقاط التحدث. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاطمة نقاط التحدث: بارك الله فيك يا أخي. الآن أعيدها: فاطمة وماذا تحفظ من الحديث الشريف؟ علامة استفهام. وجدي قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاطمة أضع نقاط التحدث: بارك الله فيك يا أخي. الآن تعلمنا من هي حرف جر. المن شنو اسمها؟ حرف جر. هذه هي المهارات الموجودة أخذناها الحديثي. لاحظ الحديثي علامة السكون والحرف الذي أتى بعد اللام محرك، إذن هي لام قمرية لذلك تنطق الحديثي. لكن الشريفي، لاحظ أني لونتها الشريفي، النبي هي تحتوي على حرف مشدد. لاحظ الحرف اللي بعد اللام مشدد، إذن مو مثل قبل شوية عليها سكون ومعدها محرك، لا. إذن اللام تكتب ولا تلفظ، إذن ألفظ الآ وبعدها رأسة الشريف. الشريف إذن هي علامة تدل على أنه لام شمسية. المهم اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، إذن لا تقرأ. الشريف النبي، الشريف النبي. إذن اللسان يدخل إلى الأسفل ولا ينطق اللام إذا كانت شمسية. الفرق بين اللام الشمسية والقمرية في كلمة الحديث، لاحظ شلون أنطقها، الحديث جدا واضحة، بينما كلمة الشريف النبي راح يدخل اللسان إلى الأسفل ولا تنطق اللام. لماذا؟ لأن اللام لا تحتوي على سكون والحرف اللي بعدها حيكون شدة. دليل على هذه هي لام شمسية. شنو نسميها هذا اللام؟ شمسية. إذن هي تكتب ولا تقرأ، تكتب ولا تقرأ. إلى هنا انتهى درس أنا أحفظ القرآن. نأتي إلى الدرس الذي بعده وهي محفوظة، لنقوم بمشاهدة هذه الأفعال. ماذا تفعل البنات هنا؟ وهذا الجميل صديقنا شنو يفعل؟ الآن أنتقل إلى الصورة البعده. إذن ماذا؟ هذه تكتب صديقتنا العزيزة، تقوم بالكتابة، وصديقنا الآخر يلعب، وصديقنا الآخر يدرس. إذن كل عمل نقوم به يجب أن نقوم بذكر اسم الله. ماذا نفعل؟ نذكر الله سبحانه وتعالى. محفوظتنا اليوم اسمها بسم الله. ماذا ما اسمها؟ بسم الله. هاي كات، كات تحفظ معنا. محفوظتنا شنو اسمها؟ بسم الله. هيا نبدأ جميعا بترديد المحفوظة: أبدأ عملي بسم الله. أعيدها مرة أخرى: أبدأ عملي بسم الله. أقرأ أكتب بسم الله. أعيدها مرة أخرى: أبدأ عملي بسم الله. أقرأ أكتب بسم الله. أنتقل إلى المقطع الآخر:
أركض أسبح بسم الله آكل أشرب بسم الله. أعيدها مرة أخرى. أركض أسبح بسم الله آكل أشرب بسم الله. أنتقل إلى المقطع الآخر إلى الأسفل. أنا لا أعبد إلا الله هو يحميني جل علاه. أنا لا أعبد إلا الله هو يحميني جل علاه. أنتقل إلى المقطع الآخر. أبدأ يومي بسم الله لا إله إلا الله. الآن أقرأها قراءة كاملة دون توقف. يلا أولادي إصبعك مؤشر معي. يلا جميعا أقرأوا معي. أبدأ عملي بسم الله أقرأ أكتب بسم الله أركض أسبح بسم الله آكل أشرب بسم الله. أنا لا أعبد إلا الله هو يحميني جل علا. أبدأ يومي بسم الله لا إله إلا الله. إذن إلى هنا أصدقائي التلاميذ نصل إلى ختام درس اليوم. تعلمنا من هذا الدرس وراجعنا به درس أنا أحفظ القرآن، وتعلمنا المهارات مثل من حرف مد، ياء المنادى أو ياء المخاطبة، عفوا ياء المنادى، وتعلمنا همزة الوصل، وتعلمنا كيفية نطق اللام الشمسية واللام القمرية، وأيضا قرأنا محفوظة بسم الله. والآن ننتقل إلى الواجب البيتي. سوف أنتقل إلى الواجب البيتي. طبعا عندنا محفوظة بسم الله غير مطلوبة للكتابة وإنما فقط قراءة، غير مطلوبة للكتابة وإنما فقط قراءة. الواجب البيتي اللي عندنا حفظ محفوظة بسم الله. الواجب البيتي أعيدها مرة أخرى، حفظ محفوظة بسم الله، وسيكون بالدوام تسميع المحفوظة أثناء الدرس. إلى هنا انتهي درس اليوم، إلى اللقاء في محاضرة أخرى. أما الآن أعزائي التلاميذ لننتقل إلى درسنا الجديد وهو درس اليوم، وهو الذهاب إلى المدرسة. الذهاب إلى المدرسة. لندخل في المهارات الموجودة في هذه القطعة. نتوقف قليلا، لاحظ كلمة الذهاب، لاحظ اللام الموجودة هنا، ماذا تعتبر؟ ماذا تعتبر؟ لاحظ الحرف اللي بعدها مشدد، فهذه هي لام شمسية، إذن تكتب ولا تنطق، تثبت كتابة وتسقط لفظة. الذهاب، لاحظ الماء الفضة من الآ أنطلق للإذ. الذهاب إلى المدرسة. أما إلى هو حرف جر، أما إلى هو حرف جر. لاحظ الذهاب إلى المدرسة. أعيدها مرة أخرى، لاحظ النطق. الذهاب إلى المدرسة. أعزائي التلاميذ، هذا هو درس اليوم. درس السابق اللي راجعناه كان من دروسي السابقة. الآن لنبدأ معا بقراءة الدرس. هيا، الرجاء التأشير معي، افتح كتابك. الذهاب إلى المدرسة. تعلمنا اللام التي تكون بدون حركات وبعدها الحرف مشددا، فهي لام تقرأ ولا تكتب. أما إلى فهي حرف جر،
انظر هنا بعد الألا موجود همزة وصل، همزة وصل، اتفقنا همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها. إذن كيف تلفظ؟ كيف تلفظ اللام التي بعد همزة الوصل؟ أتت دليل على عدم التوقف إلى المدرسة، أن تقها مباشرة إلى المدرسة معها دفعة واحدة. أما اللام التي بعدها، لاحظ يتوجب علينا شرطين، الشرط الأول هو وجود السكون على اللام، والشرط الآخر هو وجود الحركة على الحرف الذي بعدها، فتكتب وتنطق المدرسة، تنطق اللام. أتوجه إلى الدرس، قال حسن لأبيه، لاحظ حسن هو اسم مذكر، قال حسن لأبيه، نقاط التحدث، أنا صرت كبيرا يا أبي، أنا صرت كبيرا يا أبي، أريد الذهاب إلى المدرسة. أعيدها مرة أخرى، لاحظوا وياي، أريد الذهاب إلى المدرسة، أقرأ دروسي وأكتبها في الصف، وألعب مع أصدقائي، أنا أحب مدرستي. إذن أقرأ الدرس مرة أخرى، لاحظوا وياي، يلا حبايبي، أقرأ الدرس مرة أخرى، أبدأ من الأعلى، يلا الكل يأشر وياي مع الترديد. قال حسن لأبيه، أنا صرت كبيرا يا أبي، أريد الذهاب إلى المدرسة، أقرأ دروسي وأكتبها في الصف، وألعب مع أصدقائي، أنا أحب مدرستي، أنا أحب مدرستي. لاحظ المهارات، لاحظ ما مقاله تستخدم مع المذكر، لأن أتت كلمة حسن دلت على اسم مذكر، قال مع المذكر، بينما مع المؤنث، أحسنتم أحسنتم، نضع تاء التنوين. وقبل قليل شرحنا الذهاب إلى المدرسة، إلى حرف جر، ولا ننسى همزة الوصل، وهنا اللام تلفظ. إذن نستمر في درسنا، يلا أولادي نستمر في درسنا. نلاحظ كلمة الذهاب، لاحظ الذهاب، الذهاب، هنا اللام ما تنطق، الذ الذ، هاب، إلى حرف جار، لاحظ همزة الوصل دلت على عدم التوقف، إلى المدرسة، لاحظ الأل هنا شلون تلفظ، ليس مثل بالكلمة السابقة، هنا تلفظ لفظا واضح، تكتب وتلفظ. لماذا تكتب وتلفظ؟ إذا رأينا على اللام همزة الوصل، وإذا رأينا الحرف اللي بعدها محرك، إذن تكتب وتقرأ. والآن لنكمل الجزء الآخر، وقالت حسناء لأمها، لاحظ معي الآن، يلا أولادي نكمل باقي الجزء، الآن نكمل باقي الجزء. وقالت حسناء لأمها، نقاط التحدث، أكررها من البداية، وقالت حسناء لأمها، نقاط التحدث، يلا نستمر أولادي. أنا
صرت كبيرة يا أمي، أريد الذهاب إلى المدرسة، أقرأ دروسي في الصف وألعب مع صديقاتي، أنا أحب مدرستي. إذن لاحظوا، قالت فيما سبق حسن، قال حسن، الآن حسناء وضعنا لها تاء التأنيث لأنها مؤنث، حولنا قال إلى قالت. لأمها أنا صرت كبيرة، لاحظ الآن أيضا تاء، لماذا أتت تاء؟ هنا تاء مربوطة دلت على مؤنث، كبيرة من انس التنوين. أريد الذهاب إلى المدرسة، مثل ما شرحناها الذهاب اللام هنا تكتب ولا تلفظ مثل عنوان الدرس، إلى حرف جر، والمدرسة تلفظ اللام. لاحظوا في الصف، في حرف جر، الصف مجرور، لاحظوا ماما في الصف، الفي حرف جر، أرجع لها دقائق. قال الأب وقالت الأم، غدا تذهبان إلى المدرسة، غدا تلعبان مع الأصدقاء وتفرحان بالمدرسة. إذن أعيدها مرة أخرى. قال الأب وقالت الأم، نقاط التحدث، غدا تذهبان إلى المدرسة. لاحظ ماما وياي، يلا أصبعك يأشر، ما أريد واحد يتوقف. غدا تذهبان إلى المدرسة، لاحظ إلى، والمدرسة تقرأ دفعة واحدة، وذلك بسبب وجود همزة الوصل. اتفقنا يا أصدقاء، كل ما نشوف همزة الوصل دلت على عدم التوقف، نربط الكلمة اللي قبلها بالكلمة اللي بعدها، إلى المدرسة. لاحظ اللام هنا شو لفظت واضح، إلى المدرسة، لماذا؟ لأن اللام هنا أتت بها سكون والحرف اللي بعدها محرك، إذن هي لام تكتب وتقرأ، هاي المهارة تعلمناها مثل ما اتفقنا من صف الأول. غدا تلعبان مع الأصدقاء وتفرحان بالمدرسة. الآن أنتقل إلى المهارات الموجودة في هذه القطعة. بداية وضحت الإله حرف جر، أيضا عدي بالمدرسة، الباء بالمدرسة، الباء حرف جر. أما كلمة تذهبان، تلعبان، تفرحان، هذه الكلمات دلت على مثنى، لماذا مثنى؟ لماذا؟ من يعرف؟ لأن هنا الأب والأم يخاطب حسن وحسناء، تلعبان مع الأصدقاء يعني حسن وحسناء، هنا الكلام موجه إلى اثنان، أصبحوا مثنى، تذهبان، تلعبان، تفرحان، عوضنا عن حسن وأخت حسناء بكلمة تذهبان، تلعبان، وتفرحان، لماذا؟ لأنهما مثنى، هذا يسمى المثنى. غدا تذهباني، غدا تذهباني، وأيضا تفرحاني. أعزائي التلاميذ صف الثاني، إن شاء الله تكونون استفادتوا من قراءة درسنا الذهاب إلى المدرسة. في الختام ننتقل إلى الواجب البيتي. الواجب البيتي كتابة الدرس في دفتر المدرسي مرتين، نكتب الدرس كامل في الدفتر المدرسي مرتين. أعيد، الواجب البيتي هو كتابة الدرس في الدفتر مرتين، يا درس، درس الذهاب إلى المدرسة. إذن هذا فقط الدرس الجديد يكتب، أما الدرس السابق فإحنا كملناه، حفظنا محفوظة بسم الله، وأيضاً
كملنا الدرس السابق كله وانتقلنا إلى الدرس الجديد. ما ننسى واجبنا البيتي كتابة الدرس. ما أريد ترسلوا لي أي شيء عن الدرس. ليش ما نرسل؟ لأن التصحيح حيكون خلال الدوام. حاليا إحنا ما مطالبين في التصحيح، وإنما التصحيح حيكون خلال الدوام. قرأنا الصفحات الخاصة بالدرس الذهاب إلى المدرسة. لاحظ أ يلفظ هنا، الإلمة تلفظ أ، ذهاب إلى المدرسة. لاحظوا أولادي هذه المهارات اللي تعلمناها إلى حرف جر، والمدرسة تلفظ اللام هنا وتكتب، بينما هنا تثبت كتابة وتسقط لفظا. انتبهوا أولادي وياي إلى هاي المهارات اللي تعلمناها. أيضا تعلمنا حروف الجر إلى وبالمدرسة أتت حرف جر. أيضا تعلمنا كيفية التحدث مع المثنى بكلمة تذهبان، تفرحان، دلت على المثنى، دلت على المثنى. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم.